في قديم الزمان كانت هناك فتاة كسولة تعيش في مدينة صغيرة. كانت لا تحب العمل أبداً، وبدلاً من ذلك تمكث طوال اليوم أمام المرآة وتعيش أحلام اليقظة، ودائماً ما تشتكي من ملابسها المتهالكة، ولكنها لا تحاول أبداً شراء غيرها. وفي يوم خرجت الفتاة الكسولة إلى السوق، وبينما تسير بجانب نوافذ المتاجر اصطدمت بفتاة شابة تدعى كارن. سقطت الفتاتان على الأرض بنفس الوقت، لكن حذاء كارن الأحمر اللامع خطف أنظار الفتاة الكسولة، فقد كان هذا هو الحذاء الذي لطالما حلمت به. حسناً، لقد أحببت حذاءك للغاية. أوه حقاً؟ شكراً لك. نعم، أنا أيضاً أراه لطيفاً للغاية. أيمكنك إخباري من أين اقتنيته؟ أخبرت كارن الفتاة أن الحذاء فريداً من نوعه وصنع خصيصاً لأجلها. حزنت الفتاة الكسولة بشدة لسماعها ذلك. لكن إذا أحضرت لي 3 أكياس من الذهب سأعطيك إياهم. قبلت الفتاة الكسولة هذا العرض، وأخبرتها أنها غنية جداً بالرغم من أنها لا تملك هذا القدر من الذهب. لكن الفتاة الكسولة التي لم تعمل أبداً حصلت على وظيفة في المخبز في اليوم التالي. طلب منها الخباز أن تصنع 10 أرغفة من الخبز وتضعهم في السلة. بدأت الفتاة بالعجن بصعوبة كبيرة، وشعرت بالملل بمجرد أن عجنت الرغيف الثاني. هذه الوظيفة ليست لي، أتعرض للاتساخ هنا. عندما كان الخباز بغفلة عنها أخذت بعض الأكياس الورقية ووضعتهم في السلة، ووضعت أرغفة الخبز التي صنعتها بصعوبة في الأعلى لتجعل الخبز يبدو كما لو كان كثيراً. أوه، أنهيت العمل بسرعة. أحسنت، هذا كيس ذهب لك. ركضت الفتاة الكسولة للمنزل بمجرد أن أمسكت الذهب، ولم تعد أبداً لذلك المخبز بعدها. تبقى فقط 2 كيس من الذهب. بمجرد أن أحصل عليهم سيكون الحذاء ملكي. وفي اليوم التالي حصلت الفتاة الكسولة على وظيفة في متجر الخضروات هذه المرة. طلب منها البائع أن تزيل الفاكهة الفاسدة، لكنها لم ترغب مسكها بيديها. لكن هذه الفواكه الفاسدة ستفسد أظافري. عندما أدار البائع وجهه عنها وضعت الفاكهة الجيدة في الصف العلوي، لذا أصبحت الفاكهة الفاسدة في القاع ولم تضطر لمسكها. لقد رتبتها بشكل جيد. أحسنت، هذا كيس ذهب لك. أخذت منه الكيس وركضت إلى المنزل، ولم تعد لهذه البقالة مجددا. تبقى فقط 1 كيس. كانت الفتاة الكسولة متعبة للغاية وملت من العمل، فنامت بجانب النافذة وحلمت أنها في حفلة كبيرة والجميع ينظر إليها بإعجاب وهي ترقص بملابسها الجديدة وحذائها. انظر كيف ترقص بجمال. أنا حقا معجب جدا بحذائها، إنه جميل جدا. استيقظت الفتاة الكسولة فجأة. سأقوم بخداع شخص آخر وأحصل على آخر كيس من الذهب. وذهبت فوراً إلى السوق. هذه المرة حصلت على وظيفة مع خياطة. طلبت منها أن تخيط الرقعات لتنورة بألوانها الصحيحة. اختارت الفتاة الكسولة ألوان غير متناسقة لكل رقعة، ولم تستطع أن تخيطها بطريقة صحيحة. أصابعي تؤلمني بسبب الإبرة. لا أستطيع فعل ذلك أكثر. جمعت الفتاة الكسولة كل التنورات وأخفتهم جانباً. عندما جاءت الخياطة وسألتها أخبرتها أن أصحاب التنورات قدموا وأحبوا الخياطة كثيراً وأخذوها. هذا جيد. أحسنتِ، تفضلي، هذا من أجل عملك الجيد، كيساً من الذهب لأجلك.
ركضت الفتاة الكسولة إلى المنزل بينما تمسك بالذهب، ولم تعد لمتجر الخياطة أبداً. أخذت أكياس الذهب الذي خبأته في الزاوية وذهبت لكارين بسعادة. كارين، انظري، 3 أكياس من الذهب، كسبتهم جميعاً بجهدي الجهيد. هيا أعطني الحذاء. أخذت كارين الذهب وأعطت الحذاء للفتاة الكسولة. هو، بالمناسبة نسيت أن أخبرك، هذا الحذاء سحرياً، لا يؤذي الناس الأمينة والتي تعمل بجد فقط. لم تهتم الفتاة الكسولة لهذه الملاحظة وقامت بارتداء الحذاء على الفور بقدميها، وكانت سعيدة للغاية لدرجة أنها مشيت في السوق وهي ترقص. رأت فستاناً جميلاً من النافذة وأرادت أن تتوقف لتنظر إليه، لكن الحذاء لم يسمح لها بذلك. هاي، ماذا يجري؟ لا أستطيع التوقف، ساعدوني! الجميع في البازار وقفوا ليشاهدوا الفتاة الكسولة التي كانت ترقص وتقفز. انظروا، أليست الفتاة التي خدعتنا؟ أوه، إنها حقاً هي! هذه الفتاة خدعتني أنا أيضاً! بصدمة كبيرة، جعل الحذاء الفتاة ترقص في السوق لساعات طويلة لدرجة أن تورمت قدماها وبدأت تبكي من الألم. ساعدوني، قدمي تؤلمني بشدة. أعدكم سأكون أكثر أمانة وجدية بالعمل من الآن وصاعداً. شعر الخباز وبائع الخضار والخياطة بالأسف نحو الفتاة الكسولة وركضوا نحوها لمساعدتها. تمكنوا من إمساكها بصعوبة وخلعوا الحذاء من قدميها، فرقص الحذاء الأحمر السحري بعيداً بمفرده. أوه، أشكركم على إنقاذي، بالرغم من أنني كذبت عليكم ولم أفعل شيئاً صحيحاً، وبرغم هذا ساعدتموني. ومنذ ذلك اليوم لم يطلق أحد على الفتاة الكسولة هذا اللقب مجدداً، لأنها كسبت الذهب بالعمل بأمانة ولم تعد كسولة بأي وظيفة عملت بها. لذا اشترت لنفسها ملابس جديدة وحذاءً أحبته كثيراً. لم يكن هناك أي سحر بهذا الحذاء سوى سعادة الحصول عليه بأمانة. لو أن سندريلا نسيت منتصف الليل واستمرت ترقص مع الأمير، لو أن الحورية الصغيرة لم تنقذ الأمير من السفينة الغارقة، ولو لم يدخل هانسل هو وغريتل إلى بيت الحلوى، أو إذا لم تكن ذات الرداء الأحمر قد أخبرت الذئب عن وجهتها، لم تكن لتوجد أي من تلك الحكايات الخيالية. لقد أخذتنا تلك الحكايات في مغامرات مشوقة إلى عوالم سحرية لم نراها من قبل. كان التحدي أحياناً ضد الشر وأحياناً أخرى ضد الوقت. لقد علمونا المعنى الحقيقي للشغف، الحب، الصداقة، المساعدة، التعاون، ومعنى العائلة. لقد بكينا معاً وضحكنا معاً، ولكن في النهاية كنا دوماً نتعلم شيئاً جديداً.